أعزائنا مشاهدينا على صفحتنا على نورسات جوردن وعلى تلفزيون تيلي لوميير ونورسات، بنصبح عليكم أنا والأب جورج رايحة، بنقول لكم صباحكم نور. صباحك نور أبونا، صباحك نور كيفك بكرة. اليوم؟ الله يحفظك. الحمد تمام. لله تمام. الأحد القادم عيد الشعنينة عندنا في الأردن، إن نعم شاء الله أعياد مباركة وشعنينة مباركة، ومنتحضر كمان لبداية الأسبوع المقدس. رح ننقل كتير في مناسبات فعاليات وفعاليات في هذا الأسبوع من كافة الكنائس عندنا بالأردن للاحتفال بهذا الزمن الفصحي المجيد ليوم القيامة. طبعا احنا لازلنا في الأردن بنعيش أجواء الكورونا والحظر، ويوم الجمعة حظر شامل، ويوم الأحد ممنوع إقامة الفعاليات، لكن إن شاء الله رح نتواصل معكم على الميديا، على السوشيال ميديا، على فيسبوك وعلى النورسات على التلفزيون لنقل الفعاليات الكنسية للتحضير لعيد الفصح، الزمن المقدس، وعيد القيامة. وإن شاء الله من هون لعيد الفصح ممكن تتغير بعض الأمور والقرارات. إحنا كل يوم عندنا قرار جديد، طبعا بيعتمد على حسب الأعداد المصابة من كورونا. فامبارح مثلا سجلنا 3000 حالة وحالة الوفيات 60، لكن احنا كل يوم في ارقام جديده. بنتوقع كل اخر نهار الساعه 5 بنقول قد ايه العدد اليوم، قد ايه الرقم اليوم وصلنا. فصارت يعني تفاصيل حياتنا اليومية. صارت مثل نكته يعني، حتى كمان قديش اليوم ارتفع السهم. ف بالضبط. بنطلب خلال هذا الزمن والفعاليات والصلوات اللي تدي ترفع على المذابح الرب من كافة الكنائس، انه ربنا يزيح عنا هذه الغمة ويزيح عنا هذا الفيروس ويمتعنا بالصحة والسلامة يا رب للجميع، ونحتفل بقيامة الرب جميعنا واحنا بصحة تمام. وايضا كمان ربنا يرحم جميع امواتنا اللي قضوا حياتهم بهذا المرض وبعيشوا وبيحتفلوا بهذا الفصح وهن بعاد عن احبابهم، فالهم الرحمه مع يسوع المسيح القائم من بين الاموات، ان شاء الله بيكونوا في السماء مع الملكوت مع الله. فعالياتنا خلال هذا الأسبوع كانت يعني الفعاليات المعتادة اللي دائما نذكرها، وسوف أعرج عليها من خلال صفحتنا على نورسات الأردن، بس بعد ما نأخذ البركة من أبونا لهذا النهار. تفضل أبونا. أعزائي المشاهدين، مجددا صباحكم نور، وأجمل ما نبلش في صباحنا اليوم هي صلاة تحفظنا وتحفظ الجميع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الثالوث القدوس، في كنف عنايتك الإلهية المقدسة ضم قطيع ميراثك، امنحنا الغلبة والقوة على كل ما يواجهنا من قوى الشيطان، على كل ما يواجهنا من أوبئة وأوجاع وأمراض. نصلي لأجل شفاء كل من يرقد على سرير، شفاء نعمة وبركة من لدنك، فنكون على ثقة ويقين بأن عنايتك تشملنا في كل أوقات وأيام حياتنا، فلا تتركنا وصوتك ينادي في ضمائرنا لا تخافوا أنا معكم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس تحفظكم جميعا. آمين. آمين يا رب آمين. ونحن بنحيي كل الأشخاص اللي الآن انضموا إلنا على المباشر، ومنصبح عليكم لكم صباحكم نور، ومنحب نذكرهم عصافير اليوم الباكر. ابراهيم حمام من يسعد صباحك استاذ ابراهيم، منار عماري من الكنترول روم، ابراهيم حمام يا ريت ترنيمة هوشعنا بالأعالي تكرم يا أخ إبراهيم، إيفون حتر مفادي يسعد صباحك يا مفادي، نصب عليكم نصب على كل الأمهات اللي بيتابعوا أولادهم على على السوشيال ميديا. فصباحك مبارك. وجيه سليمان يسعد صباحك وأحلام شرايحة، صباحك سعيد مع يسوع يا رب ارحمنا. عيسى قمو وليزا دعدش نينو عم بيشاهدونا، في عنا الشماس الإنجيلي بول جوري يسعد صباحك شماس،
منحييك ومصبح عليك، وان شاء الله شي مره هيك نستضيفك يا بالاستوديو يا على تليفون هاتف. انتظرنا قريبا الاتصال. طلال مغازل ونهى قمر نينو كمان بتصبح علينا، وهبة ميخائيل ورائد زيدان، إيمان شرايحة وسامر قنصل وليديا بجالي أسمى الياس شويحات وآخرون أيضا انضموا على المباشر. صبح عليكم، نحن جدا سعيدين بانضمامكم معنا وأيضا لمتابعتنا في برنامجنا الأسبوعي صباحكم نور، للحديث عن موضوع جدا مهم ودائما يتداول بيننا كمؤمنين. في مقولة، إحدى مقولات السيد المسيح على الصليب السبعة زي ما الآباء دائما بيفسروهم، يسوع على الصليب في قمة ألمه وشدة ألمه وتحمله عذاب الصليب صرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ألوهي ألوهي لما شبقتني؟ فبدنا نتحدث عن هذا الموضوع مع أبانا أبونا فرح حجازين وأبونا فرح حداد من الكنيسة اللاتين ومن كنيسة الأرثوذكس، ومعنا طبعا أبونا جورج شرايحة من الكاثوليك. أنت ممثل عن كاثوليك عادة. أنت محسوب عن النورسات. أبونا الله يسعدك يا رب، نحن فخورين بأنك محسوب علينا يا أبونا، وعلى التزامك يعني الصباحي كل يوم 3 تيجي على الصبح للحديث مع المتابعين النورسات. فربنا يبارك رسالتك وخدمتك وعطائك في النورسات. فأبونا هذا اليوم الحديث عن هاي الجملة جدا رائع، لكن قبل ما ناخد اتصال مع أبونا فرح حجازين حابة أني أذكر بعض النشاطات اللي احنا قمنا فيها بخلال هذا الأسبوع. بحب أذكر أنه لازلنا في بازار الرحمة، للي بيحب أنه يتواصل معنا على الصفحة ويساعد الأشخاص اللي عم ينشروا منتجاتهم على بازار الرحمة. هلأ قرب العيد وقربت الشعنينة، ونشتري الشمعات الجميلات لأولادنا لأحفادنا لأطفالنا، فبيسوى أنه نساعد الآخرين في حاجتهم. وايضا الكعك والمعمول والبيض، بديش ازيد لانه حكينا عنه الاسبوع الماضي، لكن بازار الرحمه على صفحه جروب نورسات، في كمان صفحه مع نورسات هي لكن باسم بازار الرحمه، فبتقدروا تطلعوا عليه وتطلعوا على المنتجات وتتواصلوا مع الاشخاص اللي نشروا على منتجاتهم على البازار من خلال ارقام التليفونات وتشتروا اللي بدكم اياه. وايضا في عنا نشاطاتنا اللي هي نشرة الاردن في اسبوع كل يوم جمعة، ونشرة صارت جديد بالانجليزي كل يوم سبت تنشر، وتحتوي على اخبار الاردن وايضا اخبار العالم الكنسي طبعا والمسيحي. هناك ايضا صلوات درب الصليب ستبث كل يوم جمعة، تصور من خلال مشاركة الكنائس المختلفة في صلاة درب الصليب، وهي عادة صلاة درب الصليب هي كنائس اللاتين، وصلاة يا رب القوات والمدائح الكاثوليك والروم الأرثوذكس، في عندهم كمان صلوات المغرب، بس دائما مربوط درب الصليب 14 مرحلة هي رتبة من كنيسة اللاتين دائما. ايضا اخبارنا طبعا منتشره في الصفحه، اخبار الكنائس، في عندنا كنيسه العقبه مثلا برنامج كنيستي، وايضا من الاراضي المقدسه في عندنا صناعه التحف والتماثيل الخشبيه في القدس في بيت لحم، فعندنا تقرير من مندوبتنا هناك مارلين الحدوه، وايضا هناك اخبار اخرى طبعا عن موضوع الصلوات بيوم الجمعه والاحد نوابنا المسيحيين الاعزاء، وايضا مجلس النواب يطالبوا انه نفتح يوم الجمعه والاحد، فان شاء الله يرد طلبنا بالايجاب عشان الناس تذهب للصلاه وتصلي وتشارك بعض، لانه الاحتفال مع بعض بالمشاركه كمان بركه.
لكن أول على آخر، نحن بالنهاية بدنا نلتزم بالتباعد، ونلتزم بالكمامة، ونلتزم بالمحافظة على بعض وعلى صحة بعض. خاصة الآن عم نسمع كتير يعني إنه ناس عم تتطعمت، وعم وغالبية الناس اللي حوالينا أخذت المطعوم الأول، لكن يعني ما كان لهم، ما فيها العدد الكبير، لكن وصلنا تقريبا 700,000 متطعمين طبعا الجرعة الأولى، وإن شاء الله من هون للشهرين بيكون 3 مليون مثل ما عم حطت الجدول الحكومي يكونوا متطعمين. فطبعا 3 مليون ما بنحسبهم ال10 مليون، لأنه الأطفال ما بتطعموا. بالضبط فنحن كمان مجتمعنا بالأردن هون مجتمع فتي، يعني معظمه الصغار تقريبا بشكله نص المجتمع. ف3 مليون يكون من هون لشهرين، لشهر 6 مطعمين، يعني هذا إنجاز للحكومة، يسجل للحكومة إنجاز، ويعطيهم العافية فعلا. والمطعوم كمان يؤخذ بالأردن، يعطى بالأردن سوري مجانا، فهذه كمان مكرمة كمان عم تنعطى في البلد هون للجميع، مش بس لكمان الأردني، لكل القاطنين في الأردن، لجميع اللي بيعيشوا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا من حي الشماس بشارة حداد كاهن عم يذبح الرب وصار خوري، وبنقول له مبروك، وتم تعيينه أي بعتقد بالسلط هو، فخدمة مباركة يا رب. ونرجع هلا لبرنامجنا إلهي إلهي لماذا تركتني، وسؤالنا كان لهذا الأسبوع إنه هل معقول إنه ربنا بساعة الشدة والضيق يتركنا؟ يسوع لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، كان يناجي ويطلب ربنا لأنه حس إنه الله تركه، يعني الله معاه، فهو الله، يعني هو الله، هو أوكي، هو إنسان وإله في نفس الوقت، فكيف يقول إلهي إلهي؟ طبعا أسئلة بشرية تقال، أنا مش يعني أنا عم بحكي إنه أسئلة كتيرة، أنا عم أعكس وأترجم أسئلة الناس. لما بقول لك إنه بساعة الشدة ليش يا رب تركتني أقع، ليش تركتني أروح هذا المشوار ويصيب معي حادث وأنشل، ليش تركت يا ربي ابني يموت، ليش تركت يا ربي أمي يكون أطفال عندها أطفال صغار إنها تموت، وتركتهم الأطفال يتامى، لماذا تركتني يا رب في ساعة شدتي وضيقي وحاجتي لك، وأنا الإنسان الغلبان اللي طول عمري بآمن فيك وطول عمري بصلي لك، ليش يا ربي بساعة الشدة أطلبك ما لقيتك؟ فلماذا يا جدا جملة وموقف جدا صعب، صعب على ربنا انه يشوف اولاده عم بيفكروا بهذا المنظور وبهذه الفكرة، صعب على الانسان اللي بيفقد امله بالله، يفقد، يحبط، بصير في عنده احباط، disappointment من ربنا، يقول لك يا ربنا انا بساعة شدتي تتركني ما لقيكاش معاي. فالهي الهي لماذا تركتني، بحب اذكر انه هذا مزمور لداود النبي. فلماذا يسوع المسيح على خشبة الصليب اقتبس، لماذا إلهي إلهي لماذا تركتني، اقتبس من مزمور داود النبي. هون احنا بدنا نفهم هذا الشيء علشان نستوعب مقولة يسوع لإلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه يسوع لما حكى إلهي، هلأ إحنا بالعصر الحديث نقول يسوع الله تركه إلى آخره، لكن في هذاك العهد لما يسوع قال إلهي إلهي لماذا تركتني، كان في رسالة يسوع بده يوجهها للشعب اللي عم بينظر صلبه وآلامه. فإحنا بالبداية رح نتواصل مع أبونا فرح حجازين، الشباب هلأ بيحضروا تليفون أبونا فرح إحجازيين للحديث عن هذه المزمور، وأيضا نتحدث مع أبونا جورج شرايحة أبونا عن هذا المزمور. نعم. أيضا قبل الحديث عن هذا الموضوع بنأكد نعم. حقيقة لاهوتية ثابتة وراسخة في كل الكنائس الجامعة وفي قانون الإيمان وفي الأناجيل الأربعة، نعم. حقيقة غير قابلة للنقاش أن اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت ولا لحظة الصلب، نعم. ويسوع المسيح اليوم بالإنجيل بحسب الطقس اللاتيني، اليوم بالإنجيل يسوع بحكي للفريسيين بيوبخهم بيقولهم أنا من علا وإنتم من تحت،
أنا بذكركم وأنتم ما عم تفهموا. نعم. تحسب عليكم خطيئة لأنكم لم تآمنوا فيه. أنا والآب أكثر من مرة ركز يسوع وخصوصا في إنجيل يوحنا عفواً، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، فلا انفصال ولو جزئي ولو لحظة على الصليب ما بين الناسوت واللاهوت. فكيف يسوع يقول لك؟ يسوع بيحكي أنا بذكركم بما هو مكتوب عشان تفهموا أنه كان لابد يصير واحد اثنين ثلاثة وفي النهاية بده يقوم من بين الأموات. وين نبوءات العهد القديم؟ لذلك من على الصليب استشهد في المزمور رقم 22 اللي هو إلهي إلهي لماذا تركتني زي ما تفضلتي حضرتك، وهو تذكير لليهود أولا بسلسلة الأحداث كيف تنبأ بها أنبياء العهد القديم وكيف سوف في النهاية تصل إلى القيامة. أراد يسوع هنا أن يوضح أن عتابه في هذه اللحظة أن لماذا تركتني للألم، لماذا تركتني للصليب، وليس لماذا تركتني نقطة، لماذا تركتني يعني أنك فصلت عني، لا، هذا تفسير خاطئ. في كثير ناس من البدع اللي طلعت بيحكوا أنه المسيح إنسان كامل ولكنه لاهوته انفصل، وهذه بدعة ولا تقبلها أي من كنائسنا. إذن يسوع نعم استشهدوا فيها أريوس ونستوريوس أنه هو انفصل عن الإله عن الإنسان في موت يسوع على الصليب، لكن مثل ما تفضلت هذه لازم إحنا نثبتها في إيماننا أنه لم ينفصل لأنهم واحد. بالضبط. ومن هنا أصحاب البدع قالوا أنها والدة المسيح وليس والدة ولا وليس والدة الإله. من هنا تحدثوا على أنها هي والدة المسيح ورفضوا أن يقولوا لها ثيوتوكوس اللي هي لقبها والدة الإله. فانعقدت المجامع الكنسية اللي ثبتت هذا اللقب لمريم العذراء بأنها والدة الإله، لأن المسيح لم ينفصل حتى من هذا العالم، فلم ينفصل لاهوته عن ناسوته ولا لحظة. إذن يسوع يتساءل لماذا كل هذا الألم وبشاعة الألم البشري كاملة كان يحس فيه. يعني ما كان الصليب صوريا، لم يكن الصليب عبارة عن مسرحية. يعني لو كان اللاهوت فقط ونزل يسوع على لم يتجسد مثل الملائكة اللي بتنزل، كان صوريا صلبه، ولكن كل آهاته وألمه وقطرات الدم كلها اللي نزلت هاي كانت حقيقية مش مسرحية مش تمثيلية، لأنه هو إله ما رح يتألم، ولكن هو تجسد عشان يأخذ هذا البعد. لأنه ألم القد ألم الخطية بوجع اللي هو إجا كفارة عن 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 خطايانا، هذا البعد اللاهوتي. أما البعد الروحي في حياتنا التطبيقية، كل شخص فينا عنده اختبار مع الله تعالى في حياته، اختبر خبرته مع يسوع المسيح قديش في حياتنا في نزول وطلوع. احنا ما بنمشي بحياتنا هاي واي ماشيين فيه، لا، في نزول في طلوع، احيانا بنبنكت بنطلع عن عن عن, عن الطريق، فبنلاقي ايد الرب معانا، ولكن في وقتها وفي لحظتها لا نستطيع ان نفهم الاحداث الا مع الوقت نفهمها. ليش تركنا هون وليش شالنا هون؟ بيكون تركنا من ايده هاي حطنا بايده هاي. نعم. معنا للاتصال جاهز مع ابونا فرح حجازين. صباحك نور ابونا العزيز، هل تسمعنا؟ الو صباحك نور ابونا. صباح النور. هلا على الصوت واضح يا ابونا. الصوت شوي واطي مش سامع. نعم ابونا علوا الصوت شباب اذا في مجال لابونا فرح تسمعنا. هلا احسن ابونا؟ يعني مش كثير، لكن صوتك واضح لعنا، لكن للأسف ماشي. إذا صوتي واضح ماشي. أوكي أبونا، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كتير هذا السؤال بتوارد على حياتنا دائما لما بنصادف مشكلة أو بنصادف ألم بحياتنا، إن كان موت إن كان مرض إن كان صعوبات إن كان يعني في حياتنا نمر بكثير من الصعوبات ونذكر نحن المؤمنين إلهي إلهي لماذا تركتني، وأنا اللي دائما مؤمن فيك وأنا اللي دائما بصلي لك كيف تتركني بساعة الشدة. فيسوع لما حكى إلهي إلهي هي أحد الكلمات السبعة اللي قالها على الصليب. مش سامع صوتكم بالمرة تقريبا.
خليه يحكي أبونا. طيب أبونا تفضل تعطينا موجز ما تكلم فيه ربنا. إلهي إلهي لماذا تركتني على خشبة الصليب؟ ماشي. على كل حال إحنا مستمر نتحدث ونتأمل في كلمات يسوع على خشبة الصليب. نعم. قبل أسبوعين كان كلامنا عن كلمة يسوع اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. والأسبوع الماضي تأملنا في كلمة يسوع للص اليمين اليوم تكون معك الفردوس. والآن راح يكون حديثنا وتأملنا عن كلمة يسوع إلهي إلهي لماذا تركتني. لما صرخ ذلك الإله القدير رب الكون يصرخ من شدة الألم؟ كيف بكى من أقام الموتى؟ قاس يسوع حربالا وتركا كثيرا في حياته من مهده إلى لحده، وعبر عن هذا يوحنا الحبيب في إنجيله بقوله أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله. ولكن في كل هذه الظروف كان يشعر بوقوف الآب إلى جانبه. يضع القديس يوحنا الحبيب أكثر من 50 مرة كلمة الآب على فم يسوع. حتى في ساعة النزاع في بستان الزيتون قال يا أبتي إن كان يستطاع أن تعبر عني هذه الكأس. لكن في ساعة النزاع هذه يتغير الموقف وتتبدل الأحوال ويشعر يسوع بالوحدة والترك فيقول يا أبتي لماذا تركتني. كانت صرخة يسوع هذه على الصليب صرخة عذاب وصرخة عتاب. أولا كانت صرخة عذاب، يبين لنا هذا النزاع أن الألم الذي شعر به يسوع ليس هو بالوهم أو الخيالي أو الظاهري فقط، لكنه هو ألم حقيقي. هو شبيه بنزاع إنسان، لأنه إن كان يسوع إلها لكنه كان أيضا إنسانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، إذ كما يقول القديس بولس صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، فقد تألم في جسده كما يتألم أي إنسان. عندما أسلم يسوع نفسه للإنسان معطنية الفرصة ليفعل به ما يشاء، إذا بالإنسان يستغل هذه الفرصة ينكل به ويريه مر العذاب. ولقد تأكدت هذه الإرادة عندما صاح بيلاطس ماذا أفعل بيسوع؟ جاءه الرد سريعا وبدون أدنى تردد اصلبه اصلبه. إن الطريق لام يسوع لم يبتدي من بستان الزيتون، بل منذ بداية حياته التبشيرية. كم مرة أرادوا أن يرجموه بالحجارة أو يلقوه من فوق الجبل، لكن أخيرا أتتهم الفرصة ليسحقوه بطريقة أبشع. فببستان الزيتون التف حوله الرعاة حاملين السيوف والعصي، وكان يسوع يتأملهم في حزن وقال لهم كأنكم على لص خرجتم. من البستان أخذوه إلى دار رئيس الكهنة، هناك وجد الحمل الوديع نفسه وسط ذئاب، وهناك ابن الله الديان يقف أمام الإنسان ليحاكم كمذنب. السيد وقف أمام العبد، القدوس وقف أمام الأشرار، خالق السماء وقف أمام المخلوق الحقير ليحاكمه. هذه المحكمة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما أدانوا يسوع ووجدوه مستوجبا للموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه. كيف تجرأ الإنسان أن يبصق في ذلك الوجه الكريم؟ وعندما وصل يسوع إلى جبل الجلجلة نزع عنه ثيابه وسمره إلى الخشبة بكل قسوة، وأخيرا رفعوا الصليب عاليا. من على الصليب صرخ يسوع من هول العذاب إلهي إلهي. قالها يسوع لا تعني بأن يسوع إنسان فقط كما يدعي شهود يهوه، فيسوع إنسان ينادي الله، بل قالها بصفته إنسانا ونائبا عن البشرية ويمثل البشرية. إنه يتكلم الآن كابن الإنسان، أخذ طبيعة الإنسان، أخذ موضعه ووقف بديلا عنه أمام الله. وضعت عليه كل خطايا البشر، وهو الآن يدفع ديونهم جميعا، كما جاء في أشعيا أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا، فحسبناه ذا برص مضروبا من الله مدللا، جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل أثامنا، فتأديب سلامنا عليه وبشدخه شفينا. إذن أولا صرخة يسوع كانت صرخة عذاب، ثانيا صرخة عتاب. لماذا تركتني؟ هذه العبارة لا تعني أن الرب قد ترك الابن، وإنما تعني أن الآب قد تركه للعذاب كما جاء في بستان الزيتون.
يا أبتي إن شئت فاصرف عني هذه الكأس، ولكن مشيئتك لا مشيئتي. وكانت مشيئة الآب ومشيئة الابن أن يتألم يسوع من أجل خلاص البشر. إن وحدة الآب والابن هي أزلية كما أكد ذلك يسوع المسيح أكثر من مرة، أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا. لكن الله الآب أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجله، وكذلك الابن أحب العالم حتى بذل نفسه من أجل أحبائه. لهذا عندما تساءل الابن المتألم قائلا لماذا تركتني، كانت الإجابة لأني أردت ولأنك أردت، لأني أحببت ولأنك أحببت. ولكن وإن كانت المحبة قد اختارت هذا الطريق عن رغبة ومحبة، فإن هذا ما كان يمنعها أن تصرخ وتتوجع. إن الآب قد ترك الابن يتألم والابن قبل هذا الترك، وهو من أجل هذا جاء، كان تركا باتفاق من أجل محبة البشر وخلاصه. وهذا مثل يقرب لنا المعنى. أب يصطحب ابنه لإجراء عملية جراحية له ويسلمه إلى الطبيب، فيصرخ الابن مستغيثا بأبيه لا تتركني، وفي الواقع هو لم يترك، هو يحبه، ولأنه يحبه يريد شفاءه يتركه للألم. هكذا الله الآب ترك يسوع ابنه ليتألم، لأن في ألام المسيح شفاء وفداء للبشرية. إن صرخة يسوع لماذا تركتني هي صرخة إنسانية أظهرت حقيقة يسوع الإنسان وحقيقة ألامه. أختم كلمتي بهذا القول، إن يسوع عندما أطلق هذه الصرخة لا يريد من كل واحد منا أن يتسلق الجلجلة ويصل إلى الصليب ويصل إلى المصلوب وسط الصخور المشققة وسط الغمام والظلام لكي ينظر إلى ذلك الجبين المكلل بالشوك، إلى ذلك الوجه المشوه من شدة العذاب، إلى ذلك الجسد الممزق وقد غطته الدماء، لكي نكتشف الحب العظيم الذي يحمله ذلك القلب الكبير لكل واحد منا. عندها نسقط عند قدمي المصلوب وتنهمر من عيوننا دموع التوبة والندامة قائلين ارحمني يا رب أنا الخاطئ التائب. آمين آمين يا أبونا. شكرا يا أبونا على هذا الموجز الجميل، يعطيك العافية أبونا، وشكرا لتواصلك معنا دائما. يعطيك العافية. شكرا لكم، وإن شاء الله بنكون دائما في خدمة كلمة الرب من أجل خلاص النفوس. آمين. ومشاركتكم ومشاركة المسيح في هذا العمل الفدائي. شكرا يا أبونا، كل عام أنتم بخير سلفا مقدما. وأنتم كمان بألف خير، والمستمعين بألف خير. تسلم يا أبونا، شكرا لك. شكرا. اللي حلو المثل اللي جابه أبونا، كيف الأب اللي بياخد ابنه عشان يعمل عملية بتعرض للألم، والهاي بقول لك كيف تركه عشان يشفى. ففعلا ربنا أوقات بيمتحننا وبيعرضنا للألم عشان ننال الشفاء في النهاية. اسمح بالتجربة. نعم. في الأشخاص اللي عم بيتابعونا كمان هون عم بيذكروا كمان شهاداتهم الروحية، إنه في العتاب لربنا. الرب يبارك هيام عبوي حداد، وهيام بتقول صلواتكم لكل مريض، ربنا يشفي كل مريض يا أخت هيام، وكل مريض متألم ربنا يعافيه ويرجعه سالم لأهله. وعنا مجد البير، كم مرة عاتبت الله ورجعت نادم حزينا، لأن الله لا يستحق العتاب وإلقاء اللوم علي، لأنه له الحكمة التي ستظهر بعد حين وفيها خيرنا، وندمي دليل تعزية الله لي وهو معي ويحبني. حلو جميل أنه ندمي دليل تعزية الله لي. إيمانويل آدر، صباح الخير أبونا، يسعد صباحكم جميعا. نجاح حداد، وهذه الليلة كانت صباح رازان لطفي، وتريز جميل، ومنى قاقيش، ونسيم بشارات، وجريس دبابنة، يسعد صباحكم، صباحكم نور. عبين ما الشباب الكنترول روم يحضروا لنا الاتصال مع أبونا فرح حداد من كنيسة نكتاريوس السويفية. نعم. فنتكلم قليلا عن هذا المزمور، إلهي إلهي لماذا تركتني. أبونا بعض المزامير نحن نرددها حاليا لأنه لمعرفتنا فيها، خاصة المؤمنين لما منقول مثلا
رفعت عيني إلى السماء، أنت بترد من حيث، يأتي عوني معونتي من عند الرب. فبتذكر بداية الرب راعية، فأنت بتقول لا يعوزني شيء، أو أنت مثلا بتحكي ارحمني يا الله، ناس بترون بعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رأفتك أمحو أثامني. الساكن في كنف العلي في ستر العلي يبيت فارحمني يا الله كعظيم رحمة. مثلا هاي المزامير اللي منردد أول مقطع والناس بتكملها. ربنا هو على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني، هذا مزمور معروف لعند الشعب اليهودي. زي ما تحكي حكى أول كوبلي اللي هو اللازمة على اساس الشعب يرددها لانه حافظها. هلا احنا بنردد المزامير، بنقول مزمور 22 عد رقمناهم، بس كانوا وقت الشعب اليهودي ما كانوش مرقمين، يعني كانوا المزمور وتراثهم يعني كمان في نوع من انواع الزجل او هيك في موسيقى يعني. نعم، فكان يردد. فربنا لما قال الهي الهي لماذا تركتني، نحن بنرجع للمزمور عشان نحكي فيه. فمعنا اتصال مع ابونا فرح حداد، احنا اليوم فرحين فان شاء الله ايامنا كلها فرح. ابونا اتصال مع ابونا فرح حداد. صباحك نور ابونا، سامعنا؟ الو الو. نعم هلا، اهلا ابونا، سامعنا يا ابونا؟ سامعك. صباحك نور يا ابونا. الله يسلمك ويخليكي. صباحك نور ابونا العزيز، شكرا لتلبية الدعوة. الو. شكرا ابونا لتلبية الدعوة. الو الو ابونا. انا مستمعك كويس بصراحه. نعم ابونا. الهي الهي لماذا تركتني، هذه المقوله التي قالها السيد المسيح على خشبه الصليب وهو في قمه الامه. فتخبرنا لماذا احيانا نشعر انه الله تركنا في ساعه الشده. الو الو، معك ابونا، تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. لما يتكلم الرب يسوع المسيح أثناء المحاكمات والأثناء التعذيب والاستهزاء إلا نادرا، أما على الصليب فتكلم حين وجب الكلام، تكلم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. ونلاحظ هنا أن كلمات الرب يسوع المسيح على الصليب كان فيها عنصر العطاء. عجيب أيها الإخوة، وهو بالألم كان يعطي، وفي مظهر الضعف والانهزام كان يعطي. فقد أعطى لطالبيه المغفرة، وأعطى للص الذي على اليمين الفردوس، وأعطى للعذراء مريم ابنا روحيا وهو يوحنا الحبيب، وأعطى أيضا ليوحنا الحبيب بركة العذراء أن تعيش في بيته، وأعطى أيضا لكل البشرية كفارة وفداء، وأعطانا أيضا كل شيء، أعطانا الاطمئنان على إتمام عمل الخلاص. أعطى لكل البشرية، وهو الذي لم يعطي أحد من البشرية شيء، قدم للبشرية كل ما يستحقونهم، ولكن إيسا ما أعطوه سوى مرا وخلا. نعم. وكلمات الرب يسوع المسيح السبعة أولها كانت موجهة إلى الله حين قال يا بتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وفي آخر كلماته السبعة يعطاه كلمة يا بتاه في يديك استودع روحي. أما ما يهمنا في هذا اللقاء اليوم هو إلهي إلهي لماذا تركتني، ولا تعني هذه الكلمة الانفصال، وهي ليست انفصالا مبنيا، وهو كما يقول يوحنا في 14-11 أن أنا في الآب والآب فيها. إذا ما معنى هذه العبارة لماذا تركتني؟ كما قلنا ليس معناها الانفصال، وإنما معناها تركه للعذاب والألم، تركه يتحمل هذا الغضب الإلهي على خطيتنا. هذا من جهة النفس، أما من جهة الجسد فقد تركنا نحس يحس بالألم والعذاب، وكان ممكنا أن لا يشعر بألمه بقوة لاهوته. ولو حدث هذا لكانت عملية الصلب صورية ولم تتم هذه الآلام فعلا، وبالتالي لم ندفع ثمن الخطيئة ولم يتم سر الفداء. ولكن الآب
ترك الابن يتألم، والابن قبل هذا الترك وهذا التعذيب، وهو من أجلنا نحن البشر. لم يكن تركا أقليميا، لم ينفصل لاهوته عن ناسوته، بل كان إجاز لنا التعبير تركا تدبيريا. وكثيرا نحن نسمع هذه الكلمة بماذا تركني، تعني أيضا الألام والعذاب. وكانت هذه الألام تذكرنا، هذه الألام كانت ألام حقيقية، فالألام على الصليب كانت من أيضا كذبيحة قدم عننا الرب يسوع المسيح للبشرية جمعاء. ويفسر أيضا بعض المفسرين أن قول إلهي إلهي لماذا تركتني تعني هنا تذكير اليهود بالمزمور 22 الذي يبدأ بقوله كانوا يظلون الكتب، كما جاء في متى 22-29، بينما كانت هذه الكتب هي التي تشهد له وهي تتكلم عنه كما جاء في يوحنا 5-39. ولكن لماذا قال المسيح إلهي إلهي؟ وهنا إلهي إلهي تمثل كأنه كان ينطق باسم طبيعته البشرية وكنائبا على البشر. فقد ناب عننا بأشياء كثيرة، فقد ناب عننا في الصوم، وقد لو الذي لم يستطع آدم وحواء أن يصوموا عن ثمرته المحرمة، بينما هو صام 40 يوما عن الأكل المحلل وغير المحلل. وأيضا تاب وأخذ عنا طاعة الناموس حتى نصبح نحن البشر فوق الناموس، وتاب عنا أيضا في الموت وأصبحنا نحن لا نموت. وأيضا كانت الخطية تسبب كل هذا الترك وكل هذا التخلي وكل هذا الآن نترك نحن أيها الإخوة المؤمنين بالرب يسوع المسيح، ونشكره دائما على ما بذله من أجلنا. وبهذه قرب أيام عيد الفطر نقول المسيح قام، وكل عام وأنتم وجميع الأردنيين وعلى رأسهم جلالة الملك، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أبونا، شكرا أبونا فرح حداد من كنيسة القديس نكتاريوس الصويفية في عمان، كل عام أنتم بخير. تسلم يا أبونا، شكرا لتلبية الدعوة مجددا، صلي لنا يا أبونا، تسلم. شكرا أبونا. صباحكم نور، جميل ما تفوه به. وجاء أيضا كمان في موضوع المزامير، عندما قلنا إنه المزامير كانت تحفظ في السابق من الشعب اليهودي، فلما يسوع على خشبة الصليب ذكرهم بمزمور داود 22 إلهي إلهي، طبعا ما كانواش يعرفوا إنه رقم 22، لأن كانوا يحفظوا المزامير حكي زي ما أنت تفضلت كشعر أو زجل أم يرددوا بالمناسبات. لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوى لي. في أيضا الناس بتذكر هاي الترنيمة لما بنحكيها نحن بجمعة العظيمة، إلهي إلهي لماذا تركتني، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني، لأنه قد أحاطت بكلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. يعني اليهود ذكرهم بهذا المزمور وذكرهم بالكلمات عندما قال بالمزمور ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، أما أنت يا رب فلا تبعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي، أنقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي. يعني عم بيذكرهم بهذا الكلام انه حصل، اي ثقبوا يدي ورجلي وتمت النبوءة على لباسي اقترعوا. فيسوع بهذا المزمور لما رددوا واكتشفوا انه ما تم، عشان هيك في كتير من الناس اللي كانت تنظر صلب يسوع امنت بلحظتها. ليه؟ مش لأنه مات، لأنه ذكرهم بهذه النبوءة التي حصلت وفعلا حصلت. عشان هيك في بقول لك مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، مش أنه هو يسوع أوكي شاعر
انه ربنا تركه، يعني اله هو بيضل، ولما قال الهي الهي هو يناجي مين هو؟ ما هو الاله. لكن لما ناجى الهي الهي لماذا تركتني، كان عم يذكر المزمور داود اللي بيحفظ الشعب اليهودي، انه هنا بهذه اللحظه تمت النبوءه، النبوءه التي قلت على لسان داود النبي. وكثير مزامير بنحكيها بنرددها، ومن كثير في اغاني بنحفظها يا ابونا، اي اغنيه هلا تعطي اول بيت بتلاقي يوم خصوصا العظماء زي فيروز وزي نعم اي بيت بتلاقي بكرجو، يعني لما مثلا هذه تبعت صباحكم نور، هاي سوري مش صباحكم نور، اخذنا البرنامج قال منها طبعا. الحلوه دي قامت تعقى، بتلاقي الكل يكمل يعني اي اغنيه رسخت. نعم اي اغنيه مثلا اغاني لماجد الرومي كمان بتلاقي من الناس كثير رتلت لماجد الرومي طبعا. رحمني يا الله كمان رتلت هذا المزمور، ووديع الصافي رتل هذا المزمور، فاي اغنيه بتلاقي الناس كملها اول بيت اعطيهم بكرجوها وحافظينها. فيسوع بهذا يعني السياق بنرجع بنحكي قال إلهي إلهي لماذا تركتني، مش معناته انه ربنا تركه. مزبوط نعم صحيح دكتور، وفي ربط اخلاقي انساني نعم. دائما ما بين العذاب الالم وما بين شعور الانسان بانه انسان متروك نعم بالتخلي عنه، وخصوصا احنا بنعيش هلا بالفيروس واللي بيكون مصاب لازم يبعد عن الناس نعم. بحس الانسان اختباره الشخصي انه نوعا ما عم بنبذ، شعور بالنبذ قاسي على الانسان. لماذا انا بالذات؟ لما يعني كانوا يحكوا لايوب هو بيتالم وبيتعذب، ابصر شو عامل، قديش هو كانت علاقته مع الرب، قديش كان على علاقة قوية، قديش ربنا أكرمه بولاده بعيلته، قديش تخلى عنه الرب. هضمي أصحابه المقربين منه كانوا يحكوا هيك، ولكنه أصبح اليوم صبر أيوب مثال لكل إنسان يجتاز ظلال وادي الموت، وادي الوجع، وادي الألم، وادي العذاب. يعني أقل ما فيها لما الواحد بمرض بيتعب بده أولاده حواليه، بده زوجته، بده خصوصا لما بيكبر بالسن بيحس الكل عم يكون مشغول عنه. هذا شعور موجع مؤلم إنه مش فاضي يا ماما أجي أشوفك، مش فاضي يا بابا أجي أشوفك، بيقطع شهر بيقطع شهرين. في ناس بتسافر من بلد لبلد بتيجي بالأربع سنين خمس سنين مرة بتشوف أهلها. الإنسان من جوا هذا شعور موجع كثير، ولكن يسوع أعطانا نظرة مختلفة عن هذا الموضوع من خلال الألم الممجد، من خلال أنه في قيامة من بعد. لو لم يقم القديس بولس بيحكي، لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل وانتهت المسيحية بوقتها. وما بنشوف اليوم حدا بعدهم آمن بالدين المسيحي. هذه تصيغة الصبرة العذاب اللي طلبوها أبناء زبدة، قال لهم أما الصبرة التي أصطبر فيها بدكم صليب ماشي، بس جلوس عن يمين هاي هو لمن أعد، لأنه هو زي ما شفنا بالمزامير هو نبوءات مجهزة مشيئة الله. يعني في أحد القديسين بحكي أنه يعني باللحظة اللي الإنسان بتكون فيها برحم أمه بيكون مخطط حياته، خطط الله تعالى لكل إنسان فينا جاهز، لأنه حكى الله تعالى لأرميا من رحم أمك دعوتك قبل أن تتكون جنينا. يعني شوفي قديش عناية ربنا بالمشروع كامل، مش إنه لما بصير شاب وبيصلي بتقرب من ربنا بصير ربنا بيهتم فيه أم، ولكن أحيانا بصير العكس، الإنسان يتخلى عن عناية الله تعالى وبيحكي أنا زلمة بعتمد على حالي. زي لما المراهق في البيت يقول لأهله أنا صرت زلمة بدي أدخن، بدي أطلع برا، بدي أعمل بدي إياه، أنا عندي حرية مطلقة، بطلت أنا الطفل هذاك اللي كنت تنومه على الساعة 8، أنا بدي أستقل. فهون الإنسان الخاطئ مرات لما بيستقل عن ربنا بفوت بالحيط. نعم أبونا إحنا بنحب نذكر كمان للمشاهدين والمتابعين اللي بيحب يتواصل معنا على تليفون 0658-33-773، أيضا لمداخلاتهم نشجعهم على إنهم يتواصلوا معنا وبتساؤلاتهم. فأبونا أحيانا هل ترى أن الشعب المؤمن في الكنيسة هل يصلي زي ما بقول بروبرلي، يعني بيصلي صلاته كما يجب؟
بالحقيقة أكيد لا، يعني ولا حتى الكهنة كما يجب، لأنه يعني بشكل عام اليوم الكنيسة قبل جائحة كورونا، يعني اليوم الكنيسة تفتقد المؤمنين المسجلين عندها على الوثائق من حضورهم الأسبوعي أو حتى الشهري بالكنيسة، ولا حتى أول جمعة من الشهر كمان. الأسباب بحثنا فيها كثير بهذا البرنامج، يعني عند الشباب خصوصا واستقلالهم واللي حكينا فيه قبل شوية، كما يراه يسوع، كما يجب من منظور كما يسوع نعم كما يراه يسوع أو كما يطلبه يسوع بالزبط. كما يسمعه الرب بالضبط، لأنه يسوع ثار ثورة عظيمة على الفريسيين على الإيمان الشعبوي نعم. التقليدي نعم. اللي بيحكي المزمور وهو مش عارف كلماته نعم. الترداد ببغائي بيسموه، بعيد الكلمات بدون ما يعيشها. كلنا بنصلي وحافظينها، ولا طفل حتى مسيحي إلا حافظ أبانا الذي في السماوات، بس لما بنوقف نقول أبانا الذي في السماوات، أبو مين هذا؟ أبو مين؟ أبونا إحنا المسيحية، أبو نعم. اليهود، أبو المسلمين، أبو الوثنيين، أبو اللي بيعبدوا الأصنام. في ناس كثير بيفكروا إنه أبانا الذي في السماوات إحنا بنحكي مع يسوع، بس لما بنحكي أبا العالم كله، أبو البشرية كلها، أبو الأرض والسماء وكل من فيها وما عليها. فمرات كثير بكلمات المزامير ما بنفكر في الكلمات، ولا سيما هاي ضيفيها، ولا سيما إنه الترجمات مرات كثير ما بتسعفنا بالكلمة باللغة العربية اللي بتشفي غليلنا. يعني أنا من الناس شخصيا لما بدي أطلع مزمور بطلعه من النص اليوناني. في بلبنان مجموعة من الكهنة مع الأساقفة عملوا ترجمات كلمة بكلمة، وأنت بتقدري زي دكشنري، يعني بتطلع من القاموس، بتطلع انت بتكوني الايه، يعني بتطلعيها بالنص اليوناني وبتطلع. مرات كثير بنصدم من الترجمات، لان لغتنا العربيه مش كل الكلمات اللي بتعطي نفس الاحساس بتعطي نفس المعنى. يعني مثلا ممكن الواحد بيحكي عن الهوى، عن الحب، عن الغرام، عن تعطي كلمات، ولكنها باللغه العرب إلها مدلولات مختلفة، يعني مستويات أعلى من الثانية. يعني الحب غير العشق، العشق غير الهيام، يعني في أعلى، الهيام أعلى، في مستويات باللغة. فإحنا اللي بهمنا إحنا كيف إن خلينا نقول نروض مشاعرنا، إنه خليها هي نعملها زي ما بيحكوا بالموبايل سيتينج، التنظيم هيك إعدادات نعم بالضبط. كيف أعد أنا هذا مع عمق إيماني، لأن العاطفة متقلبة. إذا أنا بدي أصلي بس وأنا مرتاح عمري ما رح أصلي، بدي أصلي وأنا فرحان، بدي أصلي وأنا محزون، بدي أصلي وأنا موجوع، بدي أصلي وأنا مرتاح مستقر. نعم ربنا يا أبونا بطلب منا أول أنه نصلي كمن يستجاب له، يعني نصلي كأنه إحنا طلباتنا مستجابة، يعني هذا يعني إنه مستجابة طلباتنا، فمنصلي كمن يستجاب له، ونغفر كما يغفر لنا خطايانا، نغفر للآخرين. يعني الصلاة عنا في شروط لإلها. أول إشي أصلي صلاتي مسموعة لدى الرب وطلباتي مستجابة عند الرب، ما في يعني كلام تاني زي ما بقولوا، يعني هذا كلام الأساسي. وأغفر، يعني المغفرة الخطايا ربنا بيغفر لي، وأنا بغفر للآخرين كمان، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا. فلما بطلب يعني صلاة الأبانا، إذا بدنا نحن نحللها، ربنا بده صلاتنا زي ما طلب منا نصلي الأبانا. هل إحنا منصلي بهذا الإيمان كمن يستجاب له؟ متفاوت. أبداً. متفاوت. يعني أوقات كتير يا أبونا لما بدخل على الكنيسة بشوف اللي قاعد ملهي بالموبايل، حتى صرنا نصلي على الموبايل يا أبونا، كل القراءات على الموبايل، وبتلاقي ماسك الموبايل على أساس إنه القراءات وفاتح واتساب وفاتح فيسبوك. يعني صار هلا يعني هالتشتت، يعني في كتير اشياء عناصر في الكنيسة عم بتشتتنا. اللي بتلاقي اللي بتتاوب واللي سرحان واللي بتصلي المسبحة مثلا، في كتير مثلا الستات بيدخلوا على الكنيسة وما عاملين المسبحة بيكملوها، يعني بيكملوا المسبحة أثناء القداس. طب القداس الإلهي، هل احنا بنصلي وبنكون حاضرين امام الرب كأنه ربنا قدامنا؟ يعني يسوع المسيح لما كان يصلي يدخل إلى أعماق نفسه على الجبل مثلا، وكان يصلي ويطلب بكل هالحرارة وهالإيمان بهالصلاة، إنه كان بحضرة الله لدرجة إنه العرق كان يتصبب منه دما،
لما انت بتكون قدام الله، هل بتكون قدام هاي الرهبة؟ هلا انت مثلا بتكون قاعد ودخل عليك مثلا قداسة البابا، شو بتعمل؟ او مثلا هذيك اليوم اتصال مع وحده جلاله الملك، واو، لو بتشوف قديش نبره صوتها انه جلاله الملك عبد الله اتصل فيها وحكى معها والى اخره. كيف الله لما بقعد بالكنيسه ربنا بيحاكينا ونحن في حضرته، هل منكون بهذه الرهبه؟ كيف بنطلب من ربنا، بنقول يا رب انا بصلي لك وما بتستجيب لي؟ هل انا بطلب وبصلي لربنا ومآمنة في الله انه هو الحاضر لما بطلب؟ يعني كتير في لما بتطلع مشاهد، ونحن كإعلام وعدسات الكاميرا لما بنطلع وبنعمل editing، ما تأخذوني هذا هلا بنحكي من هون من شغلنا كالإعلام نحن، وبنعمل مونتاج للأداديس. انت فكركم القداس كامل بيصير مثل هيك كامل لما زي ما بتشوفوا؟ لا، بده يتقطع ويتزبط. ياما شفنا ناس تعلك، ناس تحكي مع بعض خلال فترة قراءة الرسائل مثلا، او مثلا بالاسبوع المقدس. هلا نحن اوقات بتكون القراءات طويلة، خاصة يوم سبت النور كل القراءات تكون 7، الانجيل بيكون طويل، يقرأ النص كامل الإنجيل والناس واقفة، بتلاقي اللي ركى واللي قعد واللي حكى مع غيره واللي طالت الأم أكل طعم أولادها بالكنيسة، أو اللي عم بتتاوب، أو اللي حط إيديه هيك وعم أخذ له غفوة. كيف أنت بتعتمد، يعني بتعتبر حالك أنك أنت بالكنيسة أمام حضرة الله؟ هل أنت بتكون أمام حضرة جلالة الملك أو قداسة البابا مثلا فرانسيس أو البطاركة أو مثلا قداسة البابا تودروس؟ نحن بنحكي على كل الكنائس، مش بس هو في بابا أرثوذكس وبابا قصدي بابا كاثوليك وبابا أقباط وبابا وبطاركة الشرق الأرثوذكس. لما بتكون بحضرتهم تتاوب أو بتطلع الساعة أو بتمسك موبايلك تكمل مسيجات؟ لا، بتكون بكل الرهبة والاحترام والها، بتكون أمام حضرتهم بكل إحساساتك وحواسك. كيف أنت بحضرة الإله الملك السماوي؟ هل يقيم نفسك ويقيم حالتك؟ فما بعرف أبونا. مزبوط ما تفضلت فيه دكتورة، يعني في فرق كبير ما بين المتدين وما بين المؤمن. كان الفريسيين والكتبة متدينين، نعم، بشفاهم ويرددون ويرددون ولكن لا يفعلون. وفي نعم. كثير احنا بنوقع في هذه الخطية، نعم. حتى بكنايسنا بنشوفها من سن 10 سنين وصار عمرها 70 سنة وهي متعودة تقعد بهالمقعد، نعم. يوم اجت لقت حتى قاعد ما بتعرف تصلي، بتصير تسمعوا حكي نعم. ولا النقاشات لما تتم مثلا بيكونوا بيرتبوا للأشياء التحضيرية الأشياء، وبلش القداس وهذا بيصير في خلافات، بتصير بتسمعي إليمو إلى كملها. فهم إذا هاي التقويات صارت هي تدين ومعادي معادي معادي روتيني، يعني روتينية بالضبط. إذا ما كان فيها روح الله، روح الإيمان، بتتحول لأنه أنا جاي هيك بس، يعني خلص لأني متعود. هاي كلمة المتعود هاي مشكلة بتقوياتنا، نعم. هو متعود يعمل هيك بس، بصير يعملها بطريقة أوتوماتيكية، بصير نعم. آلية، نعم. وهذا مشكلة. هنا بصير بنعس الواحد، بصير إنه هالساعة حكم جاي بدي أقضي هالساعة وأخلص. هي نعم. ساعة بالأربع وعشرين ساعة، يوم بنقدسه من 7 أيام، يعني هي أصلاً كلياتها من أجمل الأسبوع كله. إيش بدي هي ساعة من 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 عدد الأيام كلياتها؟ ولكن الإنسان بده يفحص ضميره بصدق قبل ما يتناول، خصوصاً يشوف إنه عن جد صلى عن جد. يعني أنا حافظ القداس عن غيب، مثلاً اللاتيني والكاتوليك بقدر أقدس بدون كتاب، ولكن أنا هناك بدي أطلع بالكتاب عشان ما أتشتت، نعم. عشان ما يسرح الواحد. فنوصي إخوتنا المؤمنين من النورسات، بنقول لهم إنه يا جماعة لازم تمسك الكتيب معك، لازم تصلي وتتفاعل مع القراءات مع الكذا. إذا أنك التهيت بإشي ثاني خلاص ما راح تقدر تكمل صلاتك، بتصير كأنك محكوم سجن، ساعة بدك تقضيها وبتطلع واجب. لا، خلينا نرجع نعطي الأشياء الروحانية، نعطيها هيك حياة، إنه قلبه بخفق، دموعه مع الأيقونات، ريحة الشمع، ريحة البخور، هاي الأجواء الحلوة كلياتها بتخلق في مشاعر الإنسان ونياله الإنسان اللي بيصلي من خلال عقله وعاطفته. يا سلام. يعني أبونا هو هذا الطلب إحنا هلا في تحضير للأسبوع المقدس، ومنحضر للشعنينة والأسبوع المقدس أسبوع الآلام.
لا نوصل لمجد القيامة، إنه فعلا نتألم مع السيد المسيح، نتألم ونشعر بالألم، نشعر بالألم من خلال مشاهداتنا مع الناس اللي حوالينا، نصلي لهم للي مرضى كورونا ومرضى اللي على أسرة الشفاء، نتألم مع المتألم، نتألم مع الجائع، نتألم مع المرأة الأرملة اليتيم، نقدر قدر المستطاع المساعدة. ولما بروح بدخل إلى عمق أعماقي ولا مخدعي، إن كان بكنيسة أو في بيتي، لما بدخل أكون فعلا أشعر أنني بحضرة الله. لما بدخل بصلي أآمن أنني بحضرة الله، لكن مش إنه بصلي عادي، بصلي إنه لازم أصلي وإنه بدي أصلي وأطلب صلي كأنك أنت في حضرة الله وأن صلاتك مستجابة. أآمن إنه أنا هلا في حضرة الله وأن صلاتي مستجابة، وأغفر وأسامح، أطلب المغفرة من ربنا وأغفر لكل الأساء إلي. يعني الصلاة بإيمان والمسامحة والمصالحة مع النفس مع الآخرين كمان، هذا الشيء أطلبه من ربنا. فإذا أنت عم بتصلي وبتقول ربنا لا يستجيب لي، ربنا تركني، فانظر إلى الخلل بصلاتك أنت وشو نوع صلاتك. فربنا يستجيب للإنسان المؤمن، ومثل ما وعدنا آمين. قالنا تقدر تحرك هذه جو. البذرة اللي إذا كان عندك إيمان، بذرة حبة الخردل. شوف قديش صغيرة حبة الخردل، لازم نجيب مرة حبة خردل أبونا نفرجيها للناس عشان أوقات ما بيشوفوها. إذا بقول لك قد حبة الخردل عندك إيمان، بتقدر تنقل هذا الجبل لهذا الجبل. لا احنا بنحكي فرضيا، يعني مش رح ننقل جبال، لكن احنا بنقول انه ايمانك بيقدر يعمل معجزات، وايمانك وطلباتك لربنا بتقدر انها تعمل المعجزات الك وللاخرين. انتهى برنامجنا ولهذا الاسبوع، هذه الساعة مع لبنان، نحن مع هلا مباشر مع تيلي لومير ونور سات. بنحييكم، بنحيي كل المشاهدين اللي تابعونا، بنعطي البركة يا ابونا، وبنقولكم الله معكم، صباحكم نور. نقابلكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا، 9 للساعة 10، أنا وأبونا جورج شرايحة بنحييكم. أعطي البركة أبونا لمشاهدينا على التلفزيون، لأنه احنا دائما بنعطي البركة للفيسبوك. صحيح، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. آمين، صباحكم نور وإلى اللقاء. عدنا إليكم متابعينا على فيسبوك، ونشكر متابعتكم على تلفزيون نورسات وتلفزيون تيلي لومير. أنا وأبونا جورج شرايحة معكم كمان نص ساعة للعشرة ونص للحديث مجددا عن مزمور داود، إلهي إلهي لماذا تركتني، وأيضا للتحضير نفسيا لموسم الزمن المقدس والزمن الفصحي. بنحيي كل الأشخاص اللي موجودين على الفيسبوك اللي بيتابعونا بشكل مباشر، ومنقول للأشخاص بنحب نذكرهم نحن لأنه بنحييهم على المتابعة وأيضا الاهتمام بهذا الموضوع اللي احنا بنشارككم فيه اليوم. ميخائيل خليفة، وصباحك نور، صباح نديم، أسامة قندح، عند عارف، أبو جودة، صباحك نور، ثائر داود، ولبنى بهجت شرايحة، وإبراهيم حمام لازال معنا وعم بيطلب يا رب يا ريت من خلال برنامجك التنبيه الضروري للبس الإشارة في الكنيسة، خاصة في فترة الآلام، لأنه هناك كثير من النساء يأتوا الكنيسة من أجل الاستعراض. فاتن بيترو وكلوديت حبش وعشيوت كومار باتشاريا ونور عماد الدين ومناهي كاجش وإنعام ساريدار وإلياس خوري وغيث منذر وسوزي المعايطة عواد وبدر منويل وسامية صلايطة وأيضا نجوان عماري زريقات سامي بواب وسيرلينا عرنكي وزين عادل غريب ونبيلة خليل ومحمد حجازي ونهال الكاكو ونبيلة خليل ومريم حداد
وريما مي نصراوين، أم عيسى سعد صباحك، صباحك نور، ونور جريس خوري، وفاتن يونان، ومريم إبراهيم، وماريا براهمه والريحاني، وأيضا فادية متي، وزغلول البنا، وفاء التومي. اليوم كتير في عنا على فكرة من شفتي؟ الأراضي المقدسة عم نعم بيحضرونا، وأيضا من أمريكا، جميل. يعني عدة في أسامي كتير يعني معروفة إنهم هدول بالولايات المتحدة، مع إنه هلا الساعة عندهم بكير. على الساحل الشرقي ولا نعم، الساحل الغربي؟ نعم فيبي حمام، ورائد زيدان، ولبنى بهجت، وفيبي إلى آخره، وهلا جريس دبابنة هدول، ونسيم بشارات، منى قاقيش، وتريز جميل، ورزان لطفي، وأيضا الكثير وميلاد عيسى. نحن حبينا نذكر أساميهم. ليش أبونا؟ هلا تخيل إنه ربنا بيعرفنا بالاسم، طبعا. يعني بعرف مثلا باسمة سمعان، أبونا جورج شرايحة، يعرفك بالاسم وبيناديك بالاسم، يا باسمة، يا جورج، يا صمائيل الصويت صمائيل، زي ما نادى صمائيل النبي، يا صمائيل، بنادينا بالاسم، بيعرف أسامينا. نحن عم نناديكم بالأسامي، ونشكركم على المتابعة، تحببا. فتحببا عم بنادي بالاسم. فكيف أن الله لما ينادينا بالاسم، يا الله، يعني هالبركة، لما انه ربنا بيعرف اسمي، بيعرف عدد شعري، بيعرف حياتي كلها، بيعرف تفاصيل خلايا جسمي، بيعرفها من الداخل ومن الخارج. فكيف هذا الإله القوي لما بصلي له، لا أسجد وأرتعد نعم وأرتعب أمام حضوره، وكيف لما أتناول جسده ودمه، كيف أشعر أنه هو صار داخلي، صار في قلبي، فأحمله أينما كان. فلما بقول أصلي بإيمان وربنا لا يستجيب لي، فهون السؤال، هل إيمانك هذا، هل إيمانك صادق، أم إيمانك تضحك فيه على نفسك قبل ما تضحك فيه على ربنا؟ معلش كلامي قاسي، لكن حكينا عن المزامير، والمزامير بتبلش دائما في البكاء والنحيب والحزن والإحباط، شعور الإحباط، وشعور بالترك، وشعور بالإهانة، بصقوا علي وثقبوا يدي وأهانوني ولطموني وإلى آخره. لكن في نهاية المزامير بحب أحكي لكم دائما النصر بيكون بداية بحالة لكن ينتهي في حالة أخرى. فمزمور 22 بحب بس أذكر نهايته، إنه أكل وسجد كل سمني الأرض، قدامه يطشت كل من ينحدر إلى التراب، ومن لم يحيي نفسه، الذرية تتعبد له. يخبر عن الرب الجيل الآتي، يأتون ويخبرون ببره، شعبا سيولد بأنه قد فعل. نحن شعب ولد ومنقول إنه قد فعل، فشعب يخبر ببره. فهذا المزمور نهايته كان اللي بلش المزمور: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي. تفضل أبونا. نعم، هي في الحقيقة تدشين عهد جديد وانتهاء لعهد قديم، ودائما يسوع كان يستشهد بالعهد القديم ويحكي له: ما جئت لأنقض الناموس بل لأتمم، وأبقي كل شيء موجود عندكم من الوصايا، ولكن أنتوا أعطيتوها، إذا جاز التعبير، البادي أو الهيكل أو الجسد. أنا بدي أعطيها نفس التعليمات هاي بس أضيف الروح. عليها الروح. بالضبط. قيل لكم أما أنا فأقول لكم، قيل لكم كذا أنا بحكي لكم كذا، عن الزواج، عن الأخلاقيات، الحياة الاجتماعية، عن تنمية الضمير البشري والحس الإنساني في التعاطي مع روح الشخص البشري، الإنسان الواقف أمامي، مش مع العقوبة ومع تنفيذ القانون بغض النظر عن الشخص. يعني اليوم في علم النفس بيشوفوا المجرم إذا كان عنده مشاكل نفسية يحول على مستشفى أمراض العقلية ولا يقضي عقوبته بالسجن، لأنه هو فعلها تحت تأثير شيء مش بإمكانياته، شيء في أمراض أحيانا بتكون جينية،
واحيانا بتكون مكتسبه، ولكن هاي بتخلي انه عقوبته تختلف عن شكل، او مثلا عقوبه المجرم الاقل من سن القانوني مع الاحداث يحسب له قانونه. فهي التمييزات هاي هي اللي بتعطي هاي الترتيبات وهي الاجراءات في حياتنا. يسوع المسيح اعطى هاي الروح الجديده، جددها، دشن عهد جديد. من هنا بعد ما حكى ثقبوا إيدي وبعد ما حكى كل شيء، في النهاية البر والخلاص سيتم بهذا الشخص ويدشن عبور جديد، فصح جديد يختلف عن الفصح الذي كان عبارة عن تكرار حدث ذكرى، يعني زي عياد ميلادنا، ولكن احنا مع فصحنا أصبح حدث يعاش. وإحنا المسيحية لما بنعيش عيد الفصح، طب ما كل سنة بنعيده، يعني بنظلها تعيد هاي الأيام، كل يوم في عيد بالكنيسة الشرقية خصوصا الكنيسة البيزنطية عندنا كل يوم عيد. نعم. لا 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 قديس، ولكن نحن نعيد الأحداث حتى بالقداس. القداس ما هو إلا إعادة البشارة مع يسوع، مع الحدث حتى يقودنا للصليب، حتى الكاهن يحول الجسد وده تيناوله للشعب ويتم القيامة والفداء. من بداية لما بنقرأ الرسائل والإنجيل هاي البشارة، لما بنمشي وماسكين الإنجيل هي رمز لها القديسين. والكنائسنا البيزنطية القديمة من ما تفوتي الباب بيكون لازم الهيكل لازم يكون باتجاه الشرق، بتفوتي من على اليمين بتبلش الأيقونات، بتبلش تسرد الأحداث، وخصوصا للناس اللي كانوا أميين، الناس اللي كانوا ما بيعرفوا اللغة، ما بيعرفوا الترجمات بالضبط، كانوا يعيشوا هاي الأحداث. المهم بنوصي إنه إحنا لما بنحس إنه عناية الله في حياتنا بنطمئن، بخف القلق، بخف التشويش. اليوم بنوجه رسالة لكل إنسان عم بسمعنا مشوش، خايف، قلقان من بكرة، يقول عناية الله أبدية الأزل من اليوم اللي انولدت فيه لتموت. خلالها مرات أنا ما بشوف عناية ربنا، مرات أنا بلف ظهري لإلها وبمشي بالاتجاه الغلط، بكتشف بدي أعمل يوتيرن. هي التوبة، هي العودة إلى طريق الله والسير باستقامة مع الله. لكل إنسان مشتت يحكي اليوم الله يرعانا، الله معنا، لا نخاف، لا نتشتت، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. هيك يسوع بيحكي. نعم نعم يا أبونا. وكمان في كمان نقطة منحب نذكرها للناس، إنه عند ساعة الألم والموت، خاصة الموت، لما نقول إنه لماذا يتم هذول الأطفال، لماذا هذا الشاب يعني في مقتبل حياته ما كملش حياته، قتل بحادث سير أو بمرض أو إلى آخره، لكن ربنا بيخلق فينا عند ولادتنا موضوع الخلود، أي الخلود الروحي، إنه أنت إنسان وجسد، هذا الجسد الفاني يعود إلى التراب، لكن روحك اللي هي بدها ترجع لعند ربنا. فموضوع الخلود الروحي إنه إحنا حياتنا خالدة مع يسوع القائم من الموتى. يسوع أقول لك إن يسوع مات يعني جسديا ودفن وقام في اليوم الثالث. ف يعني هني كم من ساعه بصراحه، يعني قديش 72 ساعه ولا يعني 72 ساعه اللي ربنا انفصل عنا جسديا، وبس روحيا هو موجود. واحنا لما بننفصل عن الجسد لكن الروح باقي بذهب الى عند خالقه. فنجتمع في النهايه كبشريه، نجتمع عند الخالق بأرواحنا الخالدة. فلما بنحكي بنقول إنه ربنا أوقات مثلا الأم بيتم هالأطفال، الأم بيكون ربنا إنه هذا الاجتماع، إنه انتظر زي ما انتظرنا 3 أيام تبعون يسوع، ولك انتظر أنت سوف تجتمع مع الوالدة هذه في السماوات، يعني بعد زمن. فموضوع الموت الأرضي هو موضوع انتقال أو مرحلة بالزبط. انتقالية بالزبط. هناك حياة أخرى. فعشان هيك بقول لك هذا الشروع كتير كتير مهم، إنه الإنسان المؤمن يآمن إنه في خلود بحياته اللي هي روحه خالدة. هو مات جسديا لكن الروح الخالقة راح تجتمع مع أولادك، مع أحبابك في السماء. فأنت هاي الفكرة فكرة هذه كتير جدا بركز عليها. ودائما لما بشوف إنسان محبط وفقد إيمانه بالله، فبحكي له بقول له هي مرحلة زي 3 أيام اللي انفصل فيها ربنا بجسده عنا وبعدين انتظرنا ولا قام.
فإحنا بهاي المرحلة مثله رح نكون انفصلنا عن الجسد، لكن روحنا رح تجتمع بأحبابنا بالسماء. فما رأيك منى؟ مظبوط. ما تحدثت فيه دكتورة هو على شقين أو موضوعين. الموضوع الأول بنجاوب الناس بموضوع حسبة العمر، إنه هذا مات كبير هذا مات صغير، هاي نعم. هذا حسابات فيزيائية هي. نعم. هاي الحسابات بشرية بالضبط. أما بالنسبة لله تعالى ففي زي ما حكينا قبل شوي، زي ما حكى الله تعالى لأرمياء النبي منذ التكوين الطفل. نعم. حتى ينتقل في مشروع كامل. نعم. في واحد بخلصه بسبعين سنة، واحد بخلصه بخمس سنين، واحد بخلصه بساعتين بنخلق من بطن أمه بتوفى، وواحد بعيش في معمرين عاشوا فوق 20 سنة عم بنشوف بهالعالم. نعم. فشو القصد؟ هو قصد الله وعناية الله. نعم. أنا اليوم الإنسان ما يعني تطاول على الله أقول له ليش ربنا أنت أعطيت أنت، ما أنا لا حاسب الله يعني. نعم. وكأني بشكك. نعم. بعدله. نعم. وكأني بشكك في أداة القياس اللي هو بيوزع فيها على العالم. نعم، الشر بالعالم موجود، وليس الله تعالى لا من قريب ولا من بعيد مسؤول عنه، ولا عنايته الإلهية بتقبل بهذا الشر. ولكن الحرية اللي استقل فيها الإنسان بعد خروجه آدم وحواء من الفردوس، من تبعياتها هذا الاستقلال وهذا التصرفات اللي هو حر بده يساوي فيها، أساء في حريته للطبيعة اللي الله وصى عليها وأعطاه إياها أمانة بين إيديه، إعطى مرته أمانة بين إيديه وهي تكون وفية لإله، بنفس الوقت بتطلقوا قاعدين بضربوا بعض، قاعدين بسيوق. الله سمح هيك؟ لا طبعا، ما علاقة الله تعالى إن نقحمه في تفاصيل حريتنا المغلوطة، استخدام الخاطئ لصلاحيتنا بالحرية. يا من الناس أيضا بيلتفوا على القوانين، القانون اللي أتى لتنظيم الناس بيستغلوه لأشياء فاسدة، من هون طلع مصطلح الفساد. الفاسد. نعم. هو بيستخدم القانون. نعم. الفاسد مش فوق القانون، هو مواطن تمرد ومشي بطريق بتلاعب بالقوانين. هيك احنا مرات على عناية ربنا بنتلاعب فيها، فاحنا ربنا بنسلم حياتنا ونقول لتكن مشيئتك يا رب، وزي ما تفضلتي عندنا هذا الرجاء. نعم. بالحياة الأبدية، على أن اللي حكانا يا يسوع لأنه هو كان باكورة القائمين من بين الأموات، لذلك أنا وإنت وهو وكلياتنا بدنا نقوم ننتقل ونعيش مش بس مع الله، نعيش في الله. نعم. وأيضا كمان مع السيد المسيح عندما قال لما عرف أن المخطط قريب سوف يتحقق وقال يا رب عبر عني هذه الكأس، لكن بحسب مشيئتك لا مشيئتي. فنحن دائما بنمر بصعوبات في حياتنا، بنطلب من ربنا يا رب عبر عني هذه الكأس، لكن بمشيئتك لا بمشيئتي. فدائما نستشهد يسوع لما إجا على هذه البسيطة على الأرض حتى يعلمنا كيف نعيش، حتى يعلمنا كيف نصلي، حتى يعلمنا كيف لما من جوع بناكل، كيف لما أخوي بضربني وبلطمني وبسيء لي كيف إني عم بجاوبه، لما المرأة الخاطئة مثلا من منا بلا خطيئة. أشياء كثيرة يسوع بحياته علمنا إياها، هو جاء لكي، لأنه المعلم هو جاء لكي يعلمنا كيف نتعامل مع ربنا، كيف نصلي، كيف نآمن، كيف نعيش حياتنا بإيمان. وبالنهاية هو كان له المخطط أنه يفدي نفسه على الصليب من كثر محبة ربنا لإلنا عشان ما تفنى كل البشرية بالخطيئة، فقدم نفسه ذبيحة على الصليب. وعلى الصليب كان لا يزال يعلمنا، فذكرنا بمزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، لحتى يعلمنا أنه بساعة الشدة كثير في احنا عم نحمل صلبان وعم ننصلب عليها احيانا، فنحن بدنا نستشهد بيسوع المسيح لما كان على خشبة الصليب وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، ذكرنا بعذباته، انه تذكر انا اجيت لهذا الشيء، انا اجيت لهذا المشروع تحقق في هذه النبوءات. ف يعني حبينا احنا ننهي هلا حلقتنا انه تكون يكون في هذا الاسبوع المقدس الايمان، ايمانكم القوي، صلواتكم وطلباتكم تصلوها وتطلبوها كانها مستجابه، ربنا يستجيب لها، وتغفروا تسامحوا خلال هذا الزمن المقدس لكل من اساتم اليه او أساءوا إليكم، تغفروا لهم. وأيضا نطلب إنكم ما تنسوا المحتاج والفقير اللي حواليكم، تساعدوا الكهنة بمساعدتهم أيضا لأنهم يساعدوا المن يحتاج في الكنيسة.
ما تبخلوا عليهم، انتم صمتم، فخلي صيامكم هالفترة هذه انه عوضوه بمساعدة الآخرين بما ربنا بيجود عليكم فيه. وأيضا ما تنسوا اللي حكينا عنه، بذر رحمة، أشخاص، عائلات محتاجة لهالمساعدة، انكم تشتروا منها المنتجات اللي بتحتاجوها وقت العيد. وعندهم أيضا الشعانين، الشمع اللي بيعملوه على إيديهم وبزينوه بهالزينة الجميلة. أيضا كمان احتفلوا، يعني ما تعيشوا أجواء كورونا وحزينة ومرض وكمامة وتباعد وإلى آخره، لكن خلي الفرح بداخلكم، يعني احتفلوا وابتسموا وافرحوا مع أطفالكم وعائلاتكم. طبعا من فقد عزيز عليه في هذه الفترة الله يرحمهم برحمته، وما تحزنوا كمان لا رجاء لهم. فدائما تكون حياتكم متفائلة مع السيد المسيح، لأنكم أنتم أولاده فما رح يترككم. ففي النهاية بنختم نشكر كل اللي كانوا معنا متابعين على صفحتنا على فيسبوك، وأيضا على التلفزيون نورسات وتيلي لوميير. بنحييكم، بنحيي فريق العمل بلبنان وعمان، بنقول لهم يعطيكم العافية. أبونا جورج شريحة بنحييكم ونشكرك كمان على المتابعة. أبونا فرح حجازين وأيضا وأبونا فرح حداد نشكرهم على مداخلاتهم لهذا الموضوع في هذا الصباح. وأبونا في النهاية نختم برنامجنا ونحيي مشاهدينا ونستودعكم السلامة بإذن الله، ونهار وأسبوع مبارك يا رب. فتفضل أبونا. أيها الثالث القدوس يا رب، وأشفي جراحاتنا، نشكرك على هذا اليوم المبارك، نشكرك على هذا البرنامج، نشكرك على هذه الأجواء التي نرتقب فيها فصحنا الذي هو أنت ذلك العبور. أعطنا النعمة والبركة من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. إلى اللقاء في الأسبوع القادم من يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. الله معكم وكل عام وأنتم بخير. شعنينة مباركة، شعنينة مباركة يا ربنا. آمين. عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل.